وفقه. كنسكن في حي قريو، رقم الدار 37 بلوك أ. الابن ديالي تخسف هادي هاد النهار السيد، كنقلبو عليه، درنا ديكلاراسيون ديالنا في المنطقة 18 تاع الدائرة ديال عين السمن، وقالوا لنا باللي كان مع شي ولد شي يومين هو كيعمر معاه، بلا ما نذكروا الاسم ديالو، راه عند الناس ديال منطقة 18 ديال عين السمن. قال له باش نمشيو نحرقو وكذا وهذا، وخرجو من الدار. والمهم فاش استدعاو رجال الامن، قال باللي ما كانش معاه، قال باللي ما كانش معاه، ولكن حنا الناس كيشهدوا لنا باللي كان معاه السيد هذا في عمره 17 عام، كان معاه الولد ديالنا مازال صغير في عمره شي 13 عام. حنا دابا كنطلبوا غير ولدنا يولي لنا، كنطلبوا غير الولد ديالنا يولي عندنا في الدار. بعد ديال النهار السيام وحنا كنقلبوا عليه، ما لقيناش الاثار ديالو، ما كاينش. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا هذا يتصل بينا. خرج مع الوحده، مع الوحده هذا النهار، خرج من الدار ديالو، خرج من الدار، مشى للمدرسه على انه غادي للمدرسه، يعني لابس صنداله كيطمع، يعني ما دايرش حسابو انه يخرج من الدار ولا هذا، يعني داك يعني هو داك السيد اللي طيح له ديك الفكره انه يخرج من الدار ويمشي معاه ويحرقو وكذا، يعني هو غادي يقرا غادي للمدرسه. واش الولد ديالك من قبل كان كيتكلم لك على الحريق؟ واش كانت عنده فكره ديال انه يحرق على برا؟ لا، عمرو جاتو هاد الفكره ديال على انه يمشي على برا، ولا عمرها جاتو هاد الفكره هادي بالاساس. دابا انت واش كتشك على اساس انه ولدك حرق ولا مشي يحرق ولا راه غير هنا في فاس؟ لا، راه هنا في فاس. الناس كيقولوا لنا باللي شافوه هنا في فاس، ما خرجش، يعني ما خرجش على فاس، راه كاين هنا في فاس، ولكن عينا نقلبوا ما لقيناش، ما خلينا بن دباب، ما خلينا مدينه زواغه كلها قلبناها، ما كاينش اثار ديالو، ما كاينش. شي ناس كيقول لك شافوه هنايا، الله اعلم، علم الله. فين شافوه؟ شافوه هنا في شافوه في عين السمن، شافوه في زواغه، واحد السيد قال لك شافوه بن دباب، والعلم لله لما زال ما لقيناش. يعني ما عنده لا اضطرابات نفسيه الولد ديالك لا حتى شي حاجه؟ لا لا لا، ما عندوش حتى شي حاجه. ما عندوش مشكل معاكم؟ لا، ما عندوش مشكل معنا نهائيا. يعني الفكره ديال ان سمعنا هذه الفكره ديال الحريق، عمري سمعتها انا من عنده، سمعتها مؤخرا عند الناس، قال لك باللي غيمشيو يحرقوا ولا هذا، ما عمري سمعت عنده هذه الفكره ديال الحريق، عمري سمعتها انا. وريني شوف التصويره ديال ولدك واش هي. هاد التصويره ديال الابن ديالي هي هذه. دابا النداء ديالك لما كتوجهو؟ كنوجهو للناس ديال الامن، وكنوجهو للناس اللي شافوا يتصل بينا. على الرقم ديالي انا نعطيه دابا مباشر، 06 05 90 45 22، 06 05 90 45 22. كنتمنى من رجال الامن حتى هما يديروا الخدمه ديالهم، راه الخدمه ديالهم كيديروها ديما كما هي على احسن ما يراهم، كنتمنى يخدموا معنا حتى هما ويلقاو لنا الابن ديالنا، الله يجازيهم بخير. نتوما كتمنوا ولدكم يرجع للدار؟ يعني كنتمنوا غير الابن ديالنا يرجع للدار على خير وبخير، حنا ما باغيين ما نضربوه ما حتى شي حاجه، كنتمنوا غير يرجع على خير وبخير، غير يولي للدار ما تكون حتى شي حاجه ان شاء الله، اللي ما تعجبوش.